صحة شربتكم في حلقة جديدة من شمس ونجوم. الليلة باش تكون سهرية اكسبسيونيل، فيها الفن، فيها التمثيل، فيها الطرب، فيها كل شيء، فيها الجمال، فيها العروض الأزياء، يعني سهرية مزيانة مزيانة تستحقوها انتم سادة مشاهدين في زياركم. بطبيعة العال نشكر اللي ينتقدوا فيا، نشكر اللي يشكروا فيا، ونحب نعاود نقول لكم البرنامج عملته بكيفي، يعني باش نشيخ انا وقناه كارتاج بلوس حابين نونسوكم في شهر سيدي رمضان، فيلمت العيله شويه غناء شويه طرب، يعني حاجه مزيانه، ديكور مزيان، تنحكيهم بعديك على ذلك كله. ان شاء الله عنا برشا فنانين ليله، نحب نستقبل فنانه كبيره ونحبها برشا 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 برشا، رفيقه دربي، اختي، صاحبتي، وانا بكل شيء بتي هي معايا فيه. ما نطولش عليكم، نقدم لكم صديقتي الفنانة المزيانة لكل شيء لكل شيء. عندنا هي ديفا، بفيسكم معناها نعرف مسيرتها كانت مش سهلة بين تونس، لبنان، مصر، حاولت، عملت برشا محاولات، مزيانين برشا، اجتهدت برشا في مسيرتها، وبالحق معناها تستحق انها تكون معايا في البرنامج المزيان شمس ونجوم، وكانت معايا قبل في السيزون 1. من الاخر معكم صديقتي واختي ألفة بالرمضان.
برشا حس برشا حس برشا حس. بونسوار بونسوار بونسوار. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هذه ألفة بن رمضان الفنانة الأنيقة الجميلة. لا 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 أنا شفت الباليه وشتيحته وش نجح أنا وياك. عاودوا لي أغنية مرة أخرى عاودوا لي. يلا قوموا الكل يلا معنا يلا قوموا. هذا يا جديد الفنانة ألفة بن رمضان إنساني عندها شرم اللي هبطت ما شاء الله خدمة مزيانة برشا. صحة شربتكم يعطيك الصحة. ملول ملول كلمات كلمات الحان شكون ملول ملول ملول. كلمات الحان وتوزيع الفنان المتميز حمدي المهيري. برافو حمدي المهيري برافو. مبروك رجوع لل يبارك فيك يبارك فيك للتلفزه محليك ديما يعيشك يعيشك وبرنامجك ديما. انا نحب برنامجك على خاطر فيه غناء اكثر من الكلام بالطبيعه. وانت تعرف فنان وتعرف لي احنا نحب نغنيه اكثر من نتكلموا. انا اليوم اليوم باش نعملوا ليكسيبسيون هكا شويه باش نحكيوا شويه اليوم باش نحكيوا حكايه فنيه حكيت معنا حكايه تخصنا احنا باش نقعدوا ديما في الفن احنا فوالا ما احنا الزايد ما عندناش. ألفة بن رمضان ما شاء الله عليك ديما مزيانه شي الحكايه شي الاستيوس حتى انت ديما قبل ما نقعدوا اي ما شاء الله عليك انت شنو الاستيوس والله حتى ما عنديش استيوس نورمال بوزينك. انا كما قلت لكم برنامج اللي عملته لاصحابي ولحبيبي هذه واحده من صحابي اختي رفيقه دربي عشرة عشرة ألفة ألفة نقعدوا نحكيوها يلا تفضل ألفة برمضان يلا شمس ونجوم ليك وتحية للجمهور وللناس اللي بتتفرج. يعيش 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 يعيش. ان شاء الله رمضانك مبروك انت وامك وبوسيلي بوسه كبيره نحبها برشا برشا. يعيشك يعيشك حتى هي تحبك ربي يفضلها لك يعيشك. ان شاء الله التوانسه الكل والناس اللي تتفرج فينا الكل بخير. امين يا ربي. ومرة الثانية ولا الثالثة معاك انا؟ لا تخوازيم فوا تبارك الله. تخوازيم فوا هكا باش تعرف. انا اول ما بديت الدرس العام الو ألفة انجي. ايوه. بعديك في شمس ونجوم سيزون 1 الو ألفة تجي تبارك الله عليك نعم بوزينك نعرف تحبني وانت بالعكس انا نشجعك من الناس اللي يعيشك. اللي نحب نشجعك وان شاء الله ديما ناجح. ربي يخليك ربي يخليك. ألفة كيف جمعات في سيدي رمضان كيفاش كانوا؟ والله لاباس الحمد لله. الحقيقة سناء سبيسيالمون سناء. انا ما خرجتش فيه برشا مع العائله اكثر من العاده. حاولت اللي انا نبعد شويه على ريزو سوسيو على خروج على برشا عباد. فهمت روحي شويه المده الاولانيه تري بيان تري بيان حتى من الخدمه الحقيقه معناها عندي شويه حاجات في جمعه الاخرانيه رمضان اما الباقي كل عادي. اش عندك اعطيني دات حاجات شيني يلا. والله عندي حاجات مسالش بريفي معناها اي مسالش ثقافة اش عندك في الثقافة؟ سنة سبيسيالمون على فلسطين فما كانش العروض الصوفية وال أغاني على فلسطين الأغاني الملتزمة اي ملتزمة فسنة ما خلطناش باش نعمل نحضروا حاجة ربي ينصر أهلنا في فلسطين إن شاء الله بيان سور إن شاء الله إن شاء الله ربي ينصرهم وإن شاء الله الحاجات اللي راهو فيها الخايبة الكل إن شاء الله تقف. أمين. وإحنا كتونس من البلدان من أول البلدان اللي إحنا إخوات فلسطين قدامنا واقفة مع القضية الفلسطينية.
عاشت فلسطين، عاشت فلسطين. سمعني حاجة أكابيلا صغيرة فلسطين. أكابيلا أكابيلا حاجة فلسطين أكابيلا. بي فما إن شاء الله ما نغلطش في الكلام. برافو 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 ان شاء الله ما برافو برافو هذه هذه برنامج احنا ان شاء الله ما غلطتش في الكلام. لا يعطيك الصحه. هو توكال قدر عمري ما غنيتها. احنا عندنا كنا ندعيو لشعب فلسطيني ربي ينصرهم ان شاء الله. ربي ينصرهم و يعطيك الصحه والفايده وان شاء الله اللي صار واللي ريناه الشهور هذه الكل ان شاء الله يقفوا ما عادش نشوفوا تصاور كيما اللي شفناهم. يا ربي يا ربي. ألفة برمضان مازلنا باش نحكيو. ايه غنية انساني. ايه شكون تقولها؟ انساني لشكون؟ مش لحد معين لكن لأي حد ينجم يضرني، أي حد ينجم يكون في حياتي ماهوش حاجة باهية في حياتي، لأي حد ينجم يتعدى عليا بصفة عامة. سيور ثم شكون ضرك؟ سيور ما نعرفش ما بون أكيد فما حاجات احنا نخدموا في ميدان فيه برشا حاجات. برشا عراقيل وبرشا نجموا نضروا. ما هو راهو المضرة تجي حتى بكلمة، تجي حتى بأقرب الناس ليك. حاجة الحمد لله والله. يشوف الحمد لله أنا ما عنديش برشا حاجات خايبة من لونتوراج متاعي القريب الحقيقة. معناها علاقتي باهية مع صحابي مع عائلتي مع الناس القراب، ما عنديش فريمون حاجات هكا نتوجع منهم ياسر. وكل عليك انت ياسر نوتر. اي انت محبوبة الاصدقاء. مش حكاية محبوبة والله. انا مسالمة مسالمة مسالمة. ما يجي فيت هكا ما نشدش في قلبي. معناها مانيش ما عنديش البغض. لاحظت شي حاجة ما نرجعش سيرتو ما نرجعش. لاحظت شي حاجة في العهد نعيشوا فيه. ايه كي تصير مشكلة تاخذ يعني صديق مخ كيقف. اي برشا كي تعمل اغنيه حد ما يسمعها. صحيح ولا لا؟ ولا واحد ولا كي يعمل حاجه ثم برشا فنانين يعملوا هكا يعمل اغنيه ومعاه مشكله. حتى يصير في امريكا مادونا وكلهم يعملوا كيك قبل يعملوا مشكله ويخرجوا اغنيه. شمسه ما كانت تفكر تو احنا كيما بدينا انا وياك بدينا فرد وقت. انا نرى اللي بالريزو سوسيو العباد ولات تتكلم اكثر من العاده. صحيح. وبالحريه الزايده على حدها خليت الناس الكل تنجم تحكي اللي تحب في الميديا في على الريزو سوسيو. معناتها تليفون فيديو نجم نقول فيه اللي نحب هذا اللي احنا ما كناش نعيشوا به. دونك تخلطت دخلت بعضها ولينا نشوفوا المشاكل والفضايح والعرك والحاجات هذه اكثر من الحاجات البوزيتيف. نورتني ألفة. مرحبا بك. يعيشك. مازلت سهريه متواصله وماناش قاعدين لوحدنا. عندنا برشا ضيوف الليله في زهرك انت. سهريه رمضانيه عائليه بامتياز. احنا بيسكو حكي لنا على الجمال وعلى الفازات وعلى الروبا المزيانه. مصلي يعني حوته مصلي يعني بعليك. روبا هذية من تصميم فارس بن شعبان ما شاء الله عليه. في وقت ضيق في نهارين نعرف كل شيء. تصفيق المصمم الازياء فارس بن شعبان. فارس بن شعبان. نمشيو فصل اشهاري وهنا راجعين.
كما عودناكم في كل حلقة الاسبونسور نتاعنا واصحابي واصدقائي معنا جيم فواياج اللي هي صديقنا شف بن يونس. تلقاو معاها تخفيضات مهمة جدا، رحلات لتركيا لمصر تخفيضات توصل حتى على 12 شهر. فنادق يعني متميزة 5 نجوم، بالحق نشوفوا توب فيتيرون راجعين. أقوى العروض رحلت إسطنبول صائفة 2024 مع جيم فواياج. رحلت أسبوعية انطلاقاً من شهر أفريل، إسطنبول، المعشوقية، كابادوسيا، سابانجا، برامج متنوعة وإقامة في أفخم الفنادق وتسهيلة في الدفع توصل حتى الـ 12 شهر. فيش تستنى، اتصل بأقرب نقطة بيع جيم فواياج وإلا على الرقم 71-834-404 أو على الموقع متاعنا www.jeanvoyage.com. ملكة جمال في الغناء وفي الفن، وشاركت في ملكة جمال العالم في الهند 2024. بالحق هي فنانة تنشط في الميدان الفني منذ 8 سنوات، وبالحق شرفت تونس وهزت راية بلادنا في يعني في الجمال والفن والأناقة. نقعد مع الفنانة ملكة الجمال إيمان المحرزي.
جمالي يا جمال الصحراء ويا جمال الصحراء سايس روحك لا تصيبك نحرة في غريب الصحراء يعطوا لحمك للنسور هدية وبركان وخية وهز عيوني راهم شابوا فيا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله على بناتنا. شنو هالطلة المزينة يا أمونة يا غالية؟ ما شاء الله عليك، نورتنا نورتنا في برنامج شمس ونجوم سيزون 2. ألفة شو قولك؟ محلاها ما شاء الله عليها، وإن شاء الله مبروك، فنانة ومزيانة، مثلت تونس لبرا في الهند وكانت أحسن تمثيل، وإن شاء الله مبروك ليها وللنساء توينسا الكل. احنا مستنسين يعني توينسا من الفنانات يشرفونا في العالم العربي، هذه معناها فحجة كبيرة. الحمد لله، ان شاء الله ديما مشرفين تونس يا رب. ان شاء الله مبروك. وان شاء الله انتم زاد ديما مشرفين تونس، مش كان انا خاطرني خرجت لبرا. لا ما شاء الله. حتى في تونس ديما مشرفين تونس. ربي يخليك. نحب تسبيحة كبيرة لفرقة خويا وصديقي جهاد جبارة. يلا نقعدوا نحكيوا نقعدوا نحكيوا نقعدوا، مرحبا بكم، يلا تفضلوا. صحة شريفتك يا مرام، صحة شريفتك. عايشك. مرحبا بك نورتنا. صحة شريفتك ورمضانك مبروك اللي كنت والجمهور واللي يتفرجوا فينا الكل. عايشك. كيفاش كانت تجربتك؟ كيفاش جاتك الفكرة باش تمشي للهند؟ هي والله شو الفرص تجي بالحق، ننصح الناس الكل اللي تجيه فرصة يحاول يستغلها لو ماكسيموم، على خاطر اون فيت مشيت الهند راهو نحب نبدل الفكرة نتاع ملكة الجمال، راهو جوست بدن وإلا مانكينا والكل، راهو ماهوش صحيح، راهو باش تمشي تشارك في ملكة الجمال لازمك أن بروجي هيومانيتير، لازم يكون عندك تالون، بالحق لازمك تقدم برشا حاجات، وأهم حاجة في هذايا الكل لازمك معناتها تو بروموفوال البي نتاعك، دونك بالحق هذه حاجة فرحانة بها لأن سوقت لتونس وشجعت العباد باش تجي لتونس. اي سورتو سورتو هزيت راي تونس. وي. يعني هم اللي شاركوا حسب ما قالت العصفوره شاركوا 120 دوله. ايه. اختاروا ترشحوا 40 دوله. ترشحوا 40 لتصفيه 40 ترشحوا 40 دوله. ايه. يا اخي هكا سبحان الله ورضيت الوالدين. والله. تونس تونس الاولى في ال 120 دوله بالايقونه المزينه ايمان محسن. في المواهب اي اون فيت هي اللي ربحت ملكة جمال العالم تشيك نوجلها تحيه على الاخر خاطر ياسر محلاها اما اون فيت في كيما فما ملكة جمال العالم دونك هذيك التيتخ فما ملكة جمال العالم في المواهب دونك أي. احسن موهبه في 120 دوله دونك الحمد لله يا ربي انا ربحت التيتخ هذايا. سلام مبروك. الحمد لله. انت انا عملت هكا بحث صغير عليك، دخلت شفت في على اليوتيوب لقيتك غنيت سكاي فول لأديل، ماذا بيا نسمع اكابيلا. This is the end. Hold your breath and count to ten. Feel the earth move and then feel my heart burst again. For this is the end. Drown and dream this moment. So overdue, I owe them. Swept away, I'm stolen. Let the sky fall. When it crumbles, we will stand tall. Face it all together. Let the sky fall. When it crumbles. We will stand tall, face it all together at skyfall. يا بك الصحة يا بك الصحة. شوف يا رباتي ذا يا ريت ما شاء ما شاء الله عليك. أنا نحب برشا أديل نحب برشا. هذا سؤال هذا سؤال من عندي أنا مش من الإعداد.
اش قول لك معناها اماخير اونتر نو هذايا والف مش معنا حضورك لبرنامج غنائي ولا وان تو وان؟ ليه تلقى راحتك يعني اكثر؟ ليه هو اكيد باش يكون الغنائي ديما باش توري روحك اكثر خاطر انت تحب تغني دونك ما تحبش تحكي احنا الفنانين شنو نحبوا نعملوا؟ نحبوا نغنيوا اكثر اما بيان سور ساعات لازم الواحد يحكي شويه باش يوصل دي ميساج باش خاطر احنا الفن نتاعنا فينا المنزل نحبوا نوصلوا بيه دي ميساج نوبل كما كنا نسمع توا في قبيله ألفة محليها كانت تغني في قضيه ياسر نبيله دونك ساعات نوصلوه بالكلام اما بالفن ديما احلى بيان سور طبعا هو هي احلى رساله في الدنيا هو رساله الفن التاج في راسك دايموند ولا شنو هذاك التاج ما شاء الله اي تحيه لا كورون اون فيت نورمالمون التاج هذا باش نعطيه للي باش تربح ميس تونيزي سنة اما اون فيت كي ربحت الملكة جمال المواهب قررت انها باش تخليه لي كادو باش يقعد لي سوفونير على الاكسبيريونس الحلوه هذه دونك ميرسي لا كورون ميرسي لا كورون انا في اخر الحلقه راهو يعني سامحني بعد اذنك قبل اخر حلقه نحب نجربه على راس ألفة برجوليه اي بيان سور هي ألفة هي راسها عندها فوق راسها نجوم يعني بالحق ما شاء الله عليك يعني ألفة ديما نحيولها لا هو نتاعها باش نجربوه باش هي موافقه قلبها كبير تنبر على الطفله صفقه ألفة على التاج انا حر نحب نلبسولك انت موافقه ولا لا؟ بيان سور محلى قلبك والله بيان سور افيك بليزير اما لازم نجي المكياج باش نحكي تهنى اسمع يغزروا ديما نتصور اللي يغزروا يقولوا كيفاش يقعد ديما ريكح هذايا الكوغون راهو نركحوا بالبي برشا شكاكل وبرشا خباب فيه انتو محليك انت اشب من التاج واحلى من التاج نورتنا احنا بطبيعه صارتنا سهريه غنائيه وجو كما شفتوا جو مزيان برشا بالملكة جمال مصلي على النبي بالحق انا يسبقوا بالقديه في برنامجي راكم هيا شنو هذا؟ كيفاش هذا برنامجي معه؟ برنامجي برنامج شكون؟ شمس شمس وين؟ موزينكم نقدم لكم فنان هو انكم شنو تقدموا في السيزون اللي فارته موهبه هو صوته ما شاء الله نعرفه من اللي صغير يغني ما شاء الله عليه صوت جميل وهو يعزف على الجيتار ويغني وينشط ما شاء الله عليه وكل شيء انا في برنامجي ديما نحب نعطي فرص للشباب واليوم نقدم لكم فنان مزيان برشا صوته مزيان محلاه متربي يلا نشوفوا مع بعضنا مع الفنان فارس العربي
انت ولا داري يا ليل يا عين يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا عين ليل ليل يا عين يا ليل يا ليل مرم مرم انا بيك على طول وانا صابر وصبري فوايا برافو 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 مرحبا بيك عسلامة صحة شريفة صليف لهبال وحلة سامحوني ما تاخذوش عليا لهبال وحلة راهو أنا نحب الشتيح ونحب الغناء وذي برنامج غنائي والشتيح وكل شيء فيه تصفيق على رمضان بالحق خاطر الرقصة هذه ألاف غوبيس والميس ما شاء الله عليك بالحق قلت لكم عندي لهبال بالزايد أنا السيد هذايا كما قدمته لكم قلت لكم يغني عنده برشا يغني نعرف انه هو صغير كبرت شويه توا لا هو السمن ما كبرش هو السمن شويه هو فنان في العروسات في الافراح في تلقاوه في البارتو تلقاوه اليوم اش عندك اليوم؟ اليوم عندي الكاميرا تقول انت ولا نقول انا؟ ميساش تقول انت هو اليوم السيد اختفناه من الخطبه نتاعو زغرتوا عليه ان شاء الله مبروك ان شاء الله مبروك كيف مره عندك يعيشك نورتني 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 بالحق جهاد سمعنا تعليلة لا لا هاش عندي علي هاي يا سيدي يا سيدي هاي تحية لفرقة جهاد جبارة صديقي اخويا سي 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 الليلة هاي على قرادة يلا صغرت زغرت هاي زادني بي وفرحنا بي ألف صلات علي يا عشقينا رسول الله والصلاة يعطيكم الصحة ميرسي توت سويت باش نقدم لكم احنا في الجمال والموضة كل شيء صديقي اخويا اف سي فاشن فهمي الشعري كل ما حضينا يلا شمس ونجوم برافو جهاد جبارة احنا ليلتنا ليلة عرسان اي بالله زغرتوا عليه عروسنا جديد
هاكا هذاك فيونسي وانت عروس. ميرسي. ان شاء الله مبروك عرسك يا بابا. عايشك ميرسي. صديقي اف سي فاشن. اي. يا خويا انت اكسبير في الموضه. ان شاء الله. اي سورتو معناها كساوي العرسان. اي. اللي هذا يعني في تونس احنا نفتقدوه. وديما نلقاوه في البوتيك نتاعك، انت وين البوتيك نتاعك؟ انا من زهويت تونس وبيان صفاقس الناصريه ايموبل لا كورون. هاكا لادريس اسفل الشاشه، نمر التليفون وكل شيء تقوى غديك، كل شيء موجود على اسفل الشاشه. نورت يا مرحبا بيك. يعيشك شمس، ميرسي انت زاده. احنا نشوفوا شويه، احنا ديما مزروبين، احنا على الحاجه المزيانه ديما مزروبين احنا. اي نهزك ونهز الجمهور معانا وملكة الجمال نتاعنا وملكة جمال المطربات في تونس وصديقنا فارس، نمشيو نشوفوا عرض الازياء. أيه. ونشوفوا العالم الجميل، عالم الاناقه، عالم الموضه والمود والفاشن، وباش تكونوا ديما ان مع اف سي فاشن. اتفرجوا معانا وهنا راجعين. يلا
ملا ديفيلي وملا عرض زي خويا ومحليهم اللي من كان نحب تسبيق اقوى منك للمنكان توينز منكانتنا توينز ما شاء الله اليوم ما شاء الله عليك. احنا ديما نشجعوا الشباب كسوا في لي مانكان كسوا في لي ستيليست ولا دي موديليست دونك احنا هوني لا باش نشجعوا الشباب في تونس باش ما يخممش باش يمشي لبرا ونقويوا من اليد العامله التونسيه. يعطيك الصحه بيان سور هذه خدمتنا وذري حاجتك واجبنا دونك يعطيك الصحه يعطيك الصحه نورتنا يا خويا يعيشك. هو جيتك عزيزه يعيشك اوكي خاطرك. اما يلزم نانا اش قولك نانا خلي لي منا محايدك اللي ماشي زين من بكري. يا نانا اولادك يا نانا اولادك كبرت خلينا نشوف الدنيا قبل ما نموت عايش عايشك عايشك يا شعري نورتنا ميرسي شمس عايشك وبالحق اش تحب تقول للمتفرجين ولزوجتك ولعائلتك والمشاهد التونسي واحكي لي على خدمتك احكي لي على كل شيء هاني مش نقدر غاديك واخذ وحدك نشط وحدك احكي وحدك. حاب نقدم تحيه لزوجتي اللي هي تو قاعده تستنى فيا ونقدم تحيه لعائلتي الكبيره والصغيره ونقدم تحيه كبيره للقناه وللجمهور هذايا الحلو يا عيشه خلي نرجع لحضرتك. انت سنة عملت شي هكا كوب جديده احنا ديما نعملو جديد وبراتيكمون في السيزون نعملو دو تروا ستيل ديفيرون على اللي قبل كيما شفنا في الديفيلي كيما شفتوا ديجا في الديفيلي. تتميز بالالوان احنا نتميزوا بالالوان نتميزوا بالستيل نتاع لي كوستيم خاطر اليوم الشباب وتوانسه بصفه عامه قاعدين يتبعوا على باج وقاعدين يتبعوا في المود والفاشن وكل شيء في العالم في العالم الكل عناميس احنا العناميس اي وديما يحاولوا معناتها يلزمهم يسافروا خاطر مش الناس الكل كيف كيف دونك باش يسافروا ولا يخرجوا ياخذوا ستيل اللي هم يحبوا عليه دونك احنا ك اف سي فاشن اليوم اوني لا نوفروا لهم البرودوي اللي هما يتمناوه واللي هما يشوفوا فيه وما يلقاوهاش. فارس من عنده زيد بيان سور فارس ديجا يلبس من عندي اي سيدي دونك اي الجمعة اللي فاتت كما شفنا صديقنا محمد علي شبيل محمد علي شبيل حيوه محمد علي هو في مونريال وكنحييك من تونس من مونريال ونحب نحيي الجالية التونسية الكل في مونريال وان شاء الله جايكم في ماي ان شاء الله باش نجيكم في ماي ان شاء الله يعطيك الصحة. اليوم الفاشن تخلي العبد اللي مش يلبس من عندها دونك مش يكون كلاس مش يكون كاريزماتيك خاطر اليوم الذوق في حد ذاته في اللبسة يعكس برشا حوايج يعكس كيفاش تنجم تتعامل مع الناس طريقة حضورك انت مع في خدمتك في حياتك في كل شيء هو 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 كما يجيش كلاس ما تكونش بحذية يا عايشك يا خبخات يعرفوني اللباس ونحب اللبس اش قولك في الاستر اللباس الحمد لله نورتني يا عايشك بالحق مرحبا بيك في وذية دارك ميرسي يا عايشك ما عندك اي عفسة اي حاجة يا خويا مرحبا بيك تو مامو يا عايشك دار عزوز دز الباب عزوز صحيتك هذه هي اف سي فاشن باي فهمي شعري نورتني يا خويا مرحبا بكم اللي حب على حاجه مزيانه وجديده وديما يلبس حاجه حلوه دونك يجيب حذايا وانا عليا كان باش نخدمه وباش نخرجوا على لاوتور على لاوتور هاكا تلقاو الادريس والتليفونات في اسفل الشاشه بالحق ننصحكم به ونورتني فهمي مرحبا بك يا خويا وعايش ربي يخليك توصيك مرحبا بيك يا فارس مرحبا بيك عروسنا ليلى اللي عرفت اوجه مبروك على البرنامج جينا عروس هكا خريت العروسه والخطبه لبست الخاتم ولا لسه لبست الخاتمه هاي اليوم الحمد لله ان شاء الله مبروك كملت من هوني من غادي لبست الخاتم وجيت نجري هوني بالحق مرحبا بيك نورتنا مرحبا بيك يا غالي مرحبا بيك فارس قدم روحك للجمهور هاك الكاميرا والله انا فارس العربي مطرب وكيكه شويه الحان شويه حزيت مغروب شويه فهمت كيفاش بديت نعم كيفاش هكا وقتاش عرفت روحك عندك صوت وتغني وقتاش ملي تولدت بديت نتكلم نعرف روحي شي وعدو ملي بديت من معناها نتذكر اللي ما كنت حاشم شنو مع العائله وكل ما نحبش اللي نوري نغني وكل نحشم فهمت
تو ما عادش تحش تو وليت حد ترزي انتوكا صوتك مزيان برشا عايش بالحق عايش ألفة شقول في صوته أنا نعرف شقول في صوته شقول خدمنا مع بعضنا برشا مرات وما شاء الله عليه صوته محلي إن شاء الله مبروك الخطبة عايش تفضل أو كجبتو يجري من الخطبة قلت وقتاش عملتها ما ريت ريت رحنا بعد شقان الفترة ديريك تجينا بعد شقان الفترة طول عملتها وجيت نجري إن شاء الله مبروك عليك عايش إيمان محلي على الاخر صوتك عايز. اول مره اذا اليوم نتقابلوا بالحق ان شاء الله مش اخر مره ان شاء الله وعليش لي ان شاء الله نخدموا مع بعضنا حاجه ان شاء الله فرحتك انت يا ايمان عايشك وقتيش ان شاء الله ان شاء الله كل شيء في وقته به يلزمك حاشغمون عاد يلزمك انت يلزم مستر تبارك الله عندي الاجواء الكل موجوده تو نحكي كل العرس اي احكي لي زيد احكي لي والله زيدكم بانتاج جديد الساعه المره ذي اي ان شاء الله مبروك عايشك يفضلك ليب ان شاء الله وعندي ألبوم نحضر فيه فيه سبع غنيات ألفة اسكو الألبوم مازال دارج توا على غنية سينجل وتهبط على اليوتيوب باي نجم كل واحد حر ينجم يعمل أغاني أما العوام الأخرانيين الغنية وحدة ولا تلقى معناها تلقى رواج أكثر من الألبوم علاش على خاطر كل غنية نجم تهبط بعدها بشهر غنية أخرى ما عاد شكلي ألبوم في العام خاطر كانت ألبوم في العام ديما نعرفوا لي ألبوم يصير في العام توا نجم كل شهر كل ثلاثة جمعات كل تخرج غنية دونك الألبوم سامحني هو فيه سبع غنيات وباش نخرجوا كل غنية وحدها كل غنية بالكليب نتاعها مش مع بعضهم أي لا مش على مدة عام إن شاء الله وعندي سوربريز معناها نقولها يقول انا عندي زوز غنيات من عند مطرب ومعني عملاق من عمليقة الغناء العربي الطرب والفن العربي شكون خليوها سيوبخيز حتى كيفاش تقول تزرب تقول لنا نعرف قول لي معاش سيوبخيز انا نحب نعرف تو الجمهور كيف نحب يعرف زوز غنيات من عند فنان هو يعطيه الصحه معروف يشجع الشباب والواحد وزوز غنيات ان شاء الله يعجبوكم يعجبونا بالقدره شكون هو قدره ربي تشوفوهم خذي بخاطر يقول شكون يا خليها هكاك بسيط باش يدخل يفرك شكون العملاق الكبير سي لطفي بوشناق سي طالي تحية للفنان لطفي بوشناق تحية ليك ما شاء الله يعطيك الصحة غنيتين من ألحانه هو واحدة كتبته ألحانه يعطيه الصحة مشكور والأخرى من ألحانه أكاهو خويا إن شاء الله بالنجاح بارك الله بالنجاح ان شاء الله انا فرحانه هكا كي عايش. يعني هو تسمى فنان الاجيال لطفي بوشناق يعني فنان كبير برشا ومعروف بتشجيع الشبان بالطبيعه انا قبل وعدتك باش نعطيك شمس ونجوم يا اخي سيزون 1 وفيت على بكري فهمتني يعني حتى ايمان كلموك قبل خبرنا فيك بتجيب حذانا وقتها انت عملت هي ايمان المحرسي عملت الريبريز محبوبي مثلتك محبوبي مثلتك فجره لايمة التجربة فرحانة برشا الحقيقة بالغنية خاطر محليها كيف الجينيراسيون جديدة تسمع الغنية فيرسيون جديدة دونك تولي تبتبت شوية زادة وتشوف الغنية القديمة دونك محليه الغنية متاعنا التونسي القديم وجديد وسيرتو كيفاش نزيدو نزينوه شوية ونبدلو شوية دونك بالحق فما كل حد يسمع نوع متاع غنية دونك محليها انه نحاولو ننوعو لو ماكسيموم انت محليك وبشوشة عايشك ايوا مانيش نشكر فيك بلاش راهو باش تسمعني كابيلا شوية بركة شوية بركة شوية بركة خذي بخاطري نحب تصديقة أقوى من هكا للفنان الكبير عبد الوهاب حناشي نقول لك صحة شريبتك يا غالي والإيمان المحرزي سمعنا محبوبي يلا سمعنا ندلوا عليك الليلة يا محبوبي يا محبوبي محبوبي مثلتك جمرة ناس تغني عليك وقتش نحوزك يا سمر اللي تطلب نعطيك جمرة بشكل الجمرة شمس الجمرة برافو 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 عايشك ميرسي برافو برافو يعطيك الصحة تحية بيان سور كبيرة لنصر صمود اللي هو الملحن تاع الأغنية نزورتي شفما ايه شفما Oh,
مزيد 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 مزيد. ميرسي جي زبارة، ميرسي يا نانا. مرحبا بك، تفضل 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 تفضل. سايروا لايف يا جماعة، سايروا لايف. قوم قوم خلنا استنى، سايروا لايف. كبس يا نجيبة، يا نجيبة كبس يا نجيبة. تبعث لي في الورد ريحة في الرابطة أمك، تبعث لي في الورد. استنى استنى، أخضر الدوبل جي يا هاوكا، الدوبل جي. أو بديو بالورود توا، الدوبل جي. استنى، أوه بو أبو كاستا، أرحب يا أبو كاستا. أرحب يا أبو كاستا. التيك توك أو السيودة داخلة يا نانا، يا نانا مرحبا بيك. السيودة داخلة، صحة شريبتك. هاي الخبيثة، الخبيثة عرفتها؟ الخبيثة هاي هاي الخبيثة، بعثت لي لفعة، تتفرج تتفرج فينا. بعثة سودة وهي بعثة لفعة، لفعة ولا لفعة. يا خبيثة يا خبيثة، تصبيق على خبيثة. نانا انت فاش تعمل فاش تعمل؟ هنا توا حالة لايف، موني طلقت والراجل قلت لك ما عادش يحب يطيح ورديح، بعثت له نفقته قلت له بالسلامة. تو انا الدخلة ناحيتها لك يا نانا. واه يا اخي كيفاش دخلت هكاك؟ اقتحمت انت البرنامج بالطبيعة. عاد جهاد جبارة يسكن في حومتنا، متربي عندي مالي صغير جهاد جبار. انا قلت مقولة للمطربين، للمطربين هذه درع زوز دز الباب وزوز. مش لك انت تخدم معايا انت يا نانا. الجمهور يحبني، قالوا لي ادخل ادخل. يا نانا مرحبا بك، شو هذا؟ يلا جي جبارة يلا. هاي والله ما نسالش ونقعد وين نحب. بلا هذه بلاستي والله نعرف، هي برا البلاستيك. طلقت والله طلقت. اها بعثته لمشو ممشي، معناها الجمعه اللي فاتت نهار حايم بطلت الخطبه نتاعها. اي وانت اليوم قررت باش تطلق المسيو؟ عملت برشا مشاهده نهار حايم، حتى انا حبيت نعمل كيف طلقت. لطف عليك، نهار حايم تحيه نهار حايم. ان شاء الله يا خويا يا جماعه، وان شاء الله الكل تتهنوا. ما كيفش من الوحده، راه تبدا شيخه كويس تي تطلع في التيك توك قدامك الداعمين ابو كاستا ارحب، والله مصلي على النبي من الاردن ومن البلدان الكل. تحيه لكل اصدقائي في التيك توك يا نانا. جربي خلينا نكمل الحلقه. ابو كاستا سمح لي، لا مصلي على النبي، ادخل معنا في اللايف يا ابو كاستا. شمس الدين بيسا معنا في شمس ارحب 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 مصلي عرفه بالرمضان، في رمضان شوف المفيد. ليك جميل العالم في الهند، هاي ليك جميل الهند، الهند في البدونس. بعثولك سيدي سمو، ميرسي ميرسي. ولبا زيد انت اختا نانا، والله برنامجي كلاس وحق المصف، ودي كلاس على الاخر زيد. يا حتى انا كلاس يا برا البلاستيك، برا البلاستيك، برا البلاستيك. تصفيق على نانا، وهذه هي يا جماعه فكره نانا. فاصل وهنا راجعين في شمس ون.